السلام عليكم. إيران دخلت بشكل خطير في الاشتباكات والمعارك التي تجري بالقرب من الحدود العراقية، ونتحدث هنا عن الاشتباكات التي اندلعت مرة أخرى بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية، خاصة بعد صدور تسجيل صوتي وبيان من شيخ عشيرة العقيدات الشيخ إبراهيم الهفل، الذي حث العشائر العربية وأعلن عن بدء الهجوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية من أجل استعادة المواقع التي خسروها لصالح قسد. والتفاصيل هنا قادمة من المرصد السوري لحقوق الإنسان من فرانس 24 وكذلك من الميدل إيست آي البريطانية. الاشتباكات التي نتحدث عنها هي كلها جاءت في المناطق التي تأتي قبالة أو في الجهة المقابلة لمدينة الميادين. هذه هي سوريا طبعا، وهذه هي الأراضي العراقية، ليست بالبعيدة أبدا، هذه هي المنطقة من الأراضي العراقية ومن الحدود طبعا مع العراق. الذي جرى هنا من خلال هذه التفاصيل الجديدة بأن العشائر العربية عندما بدأت بهجومها فعلا ضد القوات وقوات سوريا الديمقراطية، تمكنوا من التقدم والسيطرة على الحوائج، وتمكنوا أيضا من التقدم في بلدة ذيبان واستعادة أغلب هذه المنطقة، وأيضا تمكنوا من اختراق الطيانة، أيضا اخترقوها، ليس واضحا ما إذا كان سيطروا عليها أو لا. وطبعا قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من مواقعها وبدأت تلملم جراحها، وكانت هنالك أيضا خسائرا جرحى وقتلى. وهنا جاءت الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الميادين هنا إلى غرب نهر الفرات مع عناصر من عناصر النظام السوري ليستغلوا الموقف تماما وأن يقوموا باختراق هذه المعارك عبر جسر الميادين ويدخلوا إلى أرض المعركة، ودخلوا في الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية كانت متواجدة في هذا الموقع عندما بدأت بنقطة الاشتباكات، وكانوا يراقبون هذا الموقف بالطائرات المسيرة الخاصة بهم، وقاموا باستهداف هذه الأطراف الإيرانية والأذرع الإيرانية وكذلك الأطراف من العناصر التابعة للنظام السوري الذين تسللوا طبعا إلى هذه المنطقة ووجهوا طبعا ضربات لهذه الأطراف، مما أدى إلى انسحابهم ووقوع خسائر فيما بينهم. بعد ذلك قامت قوات سوريا الديمقراطية بتعزيزات كبيرة لقواتها التي انسحبت لأنها تفاجأت بهذا الهجوم من العشائر العربية، والعشائر العربية انسحبت إلى مواقع سيطرة النظام السوري ومناطق نفوذ طبعا الفصائل المسلحة المقربة من إيران لتتقدم وتستعيد جميع المناطق. استعادوا الطيانة وبلدة ذيبان وكذلك الحوائج، وهم متواجدين حتى في البصيرة وفي الشحيل، وهذا أمر طبعا معروف. والمثير بهذه المسألة بأن حتى هذه اللحظة رغم هذه الأنباء والتفاصيل، إلا أن حتى هذه اللحظة ليس هنالك دليل واحد على أن العشائر العربية تنسق الأمر مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو النظام السوري. وأيضا ليس واضح في نفس الوقت ما إذا كانت الأطراف الإيرانية أو الأذرع الإيرانية هي والنظام السوري يستغلون هذا الموقف ويخترقون جبهة معينة ليدخلوا في الاشتباكات مع قسد. ليس هنالك أدلة كثيرة حول هذا الأمر، ولكن ما هو واضح من هذه المصادر وتحديدا المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن قسد أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري وإلى الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة إلى غرب نهر الفرات بعد هذا الهجوم وبعد هجوم آخر غير ناجح من نفس الأطراف التي ذكرناها. قالوا لهم بأنكم إن تدخلتم مرة ثانية سنقوم باستهداف مواقعكم بالكامل في غرب نهر الفرات باستخدام الهاونات والصواريخ والطائرات المسيرة، ولن نرحمكم أبدا. وفي هذه الرسالة طبعا هي رسالة مهمة من قسد بحسب هذه المصادر، لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة مثل الخط الأحمر، هي بالفعل خط أحمر على قوات سوريا الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة لا تسمح لقسد أن تستهدف هذه المناطق لأنها لا تريد أن تصعد، تريد أن تركز على تنظيم داعش الإرهابي. ولكن في ظل هذه الظروف واضح جدا من التهديد الخاص بقسد بأنهم تحصلوا على الضوء الأخضر لاستهداف هذه الأطراف أو أي تحرك يأتي إلى غرب نهر الفرات من الممكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التقدم إلى شرق نهر الفرات، سيقومون باستهدافهم في تطور خطير للغاية. وكان هنالك توثيقا لطبيعة ما جرى من تحرك للفصائل المسلحة المقربة من إيران في جسر الميادين.
جنين تحديدا، فتحدث المرصد السوري بأنه تحصل على أشرطة فيديو تظهر عبور مسلحين من مناطق الميليشيات الإيرانية كما يطلقون عليها باتجاه مناطق شرق نهر الفرات. لا بل كانت هنالك مقاطع مصورة من الهجوم الأول واختراقهم الأول لجسر الميادين، وبعد استهدافهم طبعا بالطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نشرتها وكالة صدى الشرقية. كما تلاحظون هذه لحظات الانسحاب السريعة لهذه الأذرع الإيرانية، وتسحب جرحاهم ويسحبون جرحاهم وقتلاهم طبعا إلى المشفى الإيراني أو مشفى الشفاء الإيراني الموجود في مدينة الميادين. وكذلك كانت هنالك وكان هنالك تصويرا من مشفى الشفاء الإيراني أيضا من نفس المصدر صدى الشرقية، ليوضح لك كيف أن الأهالي وأهالي طبعا هؤلاء الجرحى والقتلى هم يتواجدون في هذه المنطقة. لا بل إن هذه الاشتباكات تجددت مرة أخرى ليلة يوم أمس. الاشتباكات عبارة عن اشتباكات كر وفر، وفي نفس الوقت إنها متقطعة. ومراسل الشرقية الرسمي بشكل رسمي نشر هذا المقطع لطبيعة الاشتباكات، وسنستمع إلى صوت الاشتباكات. ليس هنالك شيئا واضحا، ولكن هنالك واحدا من مقاتلي العشائر العربية وهو يتحدث بأن هذه الاشتباكات هم يهاجمون مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق مختلفة، وبدأوا يوسعون الجبهة بشكل كبير طبعا على قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن التوسع هو يأتي باتجاه الحدود العراقية بعدما كان هو في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها في بلدة ذيبان الطيانة وغيرها التي تأتي طبعا في الجهة المقابلة للميادين، توسعت الآن ووصلت إلى أبو حمام، إحدى المناطق هنا التي بدأت أيضا بدأت العشائر العربية بتحقيق هجمات في هذه المنطقة. قاموا بهجومين على قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة، وأيضا إلى بلدة حصان الموجودة أيضا في هذه المنطقة بعد دير الزور بهذا الاتجاه. وبالتالي نلاحظ أن هنالك توسعا في هذه الهجمات، وقوات سوريا الديمقراطية أساسا كانت قد أعلنت حظر تجوال كامل من الشحيل وصولا إلى الباغوز هنا التي تأتي مع الحدود العراقية، حظر شامل كامل لأنهم يتوقعون توسع هذه المعارك. وفعلا بدأت تتوسع الآن شيئا فشيئا هذه المعارك من قبل طبعا العشائر العربية، وكما نلاحظ بأن توسيع الجبهة كر وفر هذا كله من شأنه أن يستنزف قوات سوريا الديمقراطية بالدرجة الأساس، وهذا الأمر هو يأتي ضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأساس، ويأتي في منفعة أيضا أطراف أخرى ألا وهي إيران وكذلك النظام السوري وروسيا. وواضح جدا أن دخولهم في هذه المعركة إن كان بالتنسيق مع العشائر العربية وهو أمر لم يثبت كما تحدثنا حتى هذه اللحظة، أو إن كان استغلالا للموقف، فهو يأتي منطقيا لأنهم قاموا بالكثير من العمليات التحشيدية إن كانت عبر العراق عبر المعبر الإيراني، معابر غير رسمية دخلوا إلى هذه المنطقة بشكل مكثف بعدما تم الترويج من مصادرهم، مصادر روسيا، مصادر تابعة ومقربة من حزب الله اللبناني وغيرها، بين الولايات المتحدة تريد إغلاق والسيطرة على منطقة البوكمال من التنف إلى البوكمال لإغلاق هذه المنطقة بأكملها، وذلك لكي توقف الإمداد الإيراني وقطع الخط الإيراني والفصائل المسلحة وغيرها، بدأوا يروجون لهذه المسألة. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك تصريحا من الكونغرس الأمريكي لكي تقوم بمثل هذه العملية. كل عمل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي هي الفصائل أو داعش، تنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي وعلى هذا الأساس بالنسبة لهذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران تحشدت بشكل كبير في هذه المنطقة، قامت بالعديد من المناورات، كذلك قادة في الحرس الثوري الإيراني تواجدوا في هذه المنطقة. بالتالي ليس مستغربا أن يستغلوا هذا الموقف وأن يدخلوا طبعا على هذه المعارك بهذا الشكل وبهذا الأسلوب الذي نتحدث عنه. وطبعا الخطة الإيرانية الروسية وكذلك القادمة من النظام السوري لإضعاف قسد لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر بدأ التخطيط له منذ العام الماضي، منذ زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الإيرانية طهران. كما تلاحظون العام الماضي تقريبا في شهر يونيو أو في شهر يوليو، في منتصف العام الماضي قام بزيارة مهمة بهذا الشكل، وتحدثوا علنا بأنهم لا يريدون بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وبعدها جاءت التقارير في يونيو من هذا العام من الواشنطن بوست، وجاء أيضا بعد
بعدها بشهر المونيتر، وجاءت بعدها أيضا وجاء بعدها المعهد الدراسات الحربية أو معهد دراسات الحرب الأمريكي ليتحدث بشكل واضح أن هنالك تنسيقا بين هذه الأطراف الثلاثة لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية، وها هي الاشتباكات تندلع بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية لتفتح بابا سهلا لإيران لكي تستغل هذا الموقف. وطبعا إيران لأول مرة على الإعلام الإيراني في وكالة تسنيم الإيرانية كما تلاحظون يوم أمس لأول مرة تصدر تقريرا مرتبطا بالعشائر العربية التي تصطدم مع قوات سوريا الديمقراطية، والتقرير مساند تماما للعشائر العربية بشكل مثير، وتلاحظ وستسمع الصوت طبعا باللغة الفارسية كما تلاحظون، وهذه هي طبعا اللوجو الخاص والشارة الخاصة بوكالة تسنيم كما تلاحظون، حتى أنهم ترجموا كلمة الشيخ إبراهيم الهفل الذي أصدر هذا البيان للبدء بالاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. التقرير داعم تماما للعشائر العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وبيّنوا أن قصد مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأنهم يمثلون الإمبريالية وغيرها من هذه الأمور، وبالتالي هنالك نوع واضح من الاستغلال من الجانب الإيراني للموقف الذي يتطور بهذا الشكل. ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية طبعا منتبهة لهذه المسألة بشكل جيد، لأن مثل هذه الصدامات ممكن أن تعطي فرصة لتنظيم داعش الإرهابي أن يعود للمنطقة ويستغل الثغرات التي طبعا تخلق بسبب هذه الاشتباكات، فبطائرات الـ RC-135 Rivet Joint طائرات الاستخبار الأمريكية المعروفة ظهرت يوم أمس وهي تحلق بحسب الفلايت رادار فوق الأجواء العراقية لتدخل إلى الأجواء السورية كما تلاحظ 26 سبتمبر هنا، ولاحظ أين دخلت هذه الطائرة الأمريكية، وستلاحظ أن هنا دير الزور وهنا تقريبا الميادين، وهي تراقب طبعا الاشتباكات التي تأتي باتجاه حلب، وأيضا واضح جدا بأنها قريبة من توسع الاشتباكات في المنطقة التي ذكرناها وهي بلدة الحصان طبعا. وأيضا اليوم كانت الريفت جوينت حاضرة بحسب الفلايت رادار اليوم بهذا الشكل، لاحظ دخلت العراق وأيضا اتجهت إلى سوريا، هذه صورة مقربة لها، وستلاحظ بأنها قريبة وتحلق بالقرب أيضا من الميادين وكذلك من دير الزور، وتحلق هي في هذه المنطقة لمراقبة المنطقة بأكملها لترى كيف من الممكن لهذه الأمور أن تتطور. فقد ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأن من مصلحتها أن تدخل في هذه المعركة أن تطورت وأن توسعت، بداعي أنها بدأت تؤثر على جهودها في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وهذا قد يكون واحد من التطورات الخطيرة للغاية أن تصاعدت الأمور بهذا الشكل، حيث أن الولايات المتحدة تمتلك قوة جوية كبيرة للغاية في هذه المنطقة. وطبعا هذه القوة الجوية كانت واضحة مما صدر من القيادة الجوية الأمريكية في 20 سبتمبر كما تلاحظون، مؤخرا أظهروا وتحدثوا بأن هنالك طائرات F-35 الشبح وطائرات رافال الفرنسية تحلق فوق الأجواء السورية، وهذه مسألة مثيرة. وأظهروا هذه الطائرات طبعا بهذا الشكل، هذه طائرات الشبح وهذه طائرات أو طائرة رافال الفرنسية، هذه كلها صور نشروها رسميا وقالوا بأننا نحلق فوق سوريا، ولكن هل يحلقون فوق سوريا فعلا؟ إذا ما رأينا بأن هنالك من هذه الأرضية قد نستطيع من تحديد هذا الموقع، ستلاحظ بأننا أمام مرتفع مميز للغاية، الأرضية والتضاريس بيضاء مميزة قد تعطينا فكرة أين من الممكن أن تحلق هذه الطائرات، وستلاحظ أن هنالك مرتفع أو تل بسيط يأتي بهذا الاتجاه، بالتالي هذه النقطتين المهمة التي يجب أن نبحث عنها. وستلاحظ أيضا بأننا أمام طريق هنا، هذا الطريق لاحظ هذا الطريق أيضا مميز للغاية، بعض التضاريس المميزة على الأرض واضحة للغاية، ممكن أن نستغلها في معرفة وجود هذا الموقع وهذه متصلة مع بعضها البعض، بالتالي إذا وجدنا هذه التشكيلة سنجد وسنعرف أين تحلق هذه الطائرات، هل هي فعلا في سوريا أم أين. وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذا الموقع، هنا العراق هذه سوريا وهنا الأردن، طبعا مثل هذه التضاريس ستجدها طبعا في عدد من النقاط، ولكنها تقريبا ليست موجودة بالشكل الذي رأيناه على الحدود العراقية أو السورية أو حتى في الداخل السوري. في الداخل السوري قد تكون موجودة مثل هذه التضاريس هنا بهذا الشكل، ولكن أيضا في الداخل العراقي تأتي تقريبا بالشكل الذي قد يكون مطابقا لما رأيناه. بالتالي لنقترب من العراق أولا، وعندما تقترب من العراق ستجد فعلا هنالك بعض التشابه للتشعبات التي نراها، ولكن المرتفع المثير الذي رأيناه الآن قبل قليل التل إن صح التعبير هنا نراه مقاربا لما هو ظاهر لنا بالالتفاف ب 180 درجة، سنلاحظ بأننا فجأة أمام نفس العلامات
التي رأيناها قبل قليل مما تم تصويره. ستلاحظ بأن هذه المرتفعات متطابقة مع ما رأيناه، هذا هو الطريق، كل شيء متطابق مع ما رأيناه من هذه التضاريس طبعا التي نتحدث عنها. وهذا يوضح بأن هذه الطائرات هي تحلق في حقيقة الأمر فوق الأجواء العراقية قادمة من الأجواء السورية، كما هو واضح وكما هم تحدثوا بكل تأكيد، وهم يقصدون في بعض الأحيان بعض هذه التفاصيل وبعض الأمور التي ينشرونها بهذا الشكل. بالتالي التحليق هنا كما تحدثنا تقريبا، وهذه هي قاعدة التنف، وهذه هي البوكمال التي يراقبونها بشكل مستمر من خلال هذه التوجهات ذهابا وإيابا بهذا الشكل. وبالتالي نحن أمام ظروف هائلة للغاية تأتي في هذه المنطقة طبعا، وتطورات كبيرة للغاية قد تتصاعد إلى درجة لن يصدقها أحد، ونرى فجأة الولايات المتحدة تتخذ قرارات كبيرة إن تم إضعاف قسد بشكل أكبر.